لكن كمان من مباراه نادي الزمالك خرجنا النهارده بدرس كبير بيقدمه طبعا وليد سليمان. وليد سليمان لاعب طبعا النادي الاهلي، النهارده راح زار محمد عبد الشافي في مستشفى اللي اصيب بها طبعا الاصابه القويه اللي تعرض ليها كابتن عبد الشافي في الكره الهوائيه المشتركه اللي كانت بينه وبين وليد سليمان. كان طبعا عبد الشافي النهارده قام بعمليه جراحيه لتثبيت عظمه الترقوه، وطبعا حرص وليد سليمان على الشد من ازر عبد الشافي وتحفيزه، خاصه انه هيغيب عن الملاعب لمده شهرين. فده اللي بنتكلم عليه، يعني بنتكلم على لسه امبارح والناس مشحونه والناس زعلانه، جماهير النادي الاهلي وطبعا جماهير نادي الزمالك فرحانه، لكن بيخرج النهارده وليد سليمان يا سهام وبيقدم رساله. الرساله اللي احنا بناكد عليها هنا دايما بدايتنا في البيت الكبير نبذ التعصب، واعتقد وليد سليمان قام بدور النهارده اكتر من رائع. شخصية مهذبة. لا وليد طول عمره مهذب وكمان بينقل رساله، بينقل رساله كمان للجماهير ان انت بالرغم الشحن وبالرغم مش هقول التعصب لكن اثاره الفتنه يا كابتن. لا قول كده. يعني في بعض الناس في من حاول اثاره الفتنه. لا طبعا في ناس اتهم واتهام مباشر ان انت حاولت تاذيه، انت حاولت تاذي عبد الشافي وكنت قاصد. النهارده اللي عمله وليد سليمان ده يمكن ده الجميل في الموضوع، هو المعنى ده. الرياضه بتسعى دائما لتاكيده المفروض وزرعه بين الجميع، وان الروح الرياضيه والاخلاق واحترام المنافس المفروض هو ده اللي يسود، وان دي المبادئ اللي اتعملت الرياضه عشانها يمكن. فيمكن ده ابلغ رد طبيعي من وليد سليمان، واحنا بنحيي وليد من هنا من طبعا بيته من النادي الاهلي، وبنقول له وليد هارد لك على مباراه امبارح، والدور اللي انت بتقوم بيه خارج الملعب ده دي رساله قويه جدا 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 زي ما قلت سام لكل يعني المتعصبين، خلينا نقول ما بين قوسين، لكن ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى التوفيق ونتمنى الشفاء طبعا لعبد الشافي، لان عبد الشافي من اللعيبه المميزه جدا. عبد الشافي لعيب مميز في نادي الزمالك، نتمنى له ان شاء الله كل الشفاء، نتمنى له العوده سريعا لمبارياته مع النادي الزمالك باذن الله.